كمان في مهرجان القاهرة. والله بصي انا مبسوطه جدا بمشاركتي في فيلم عمار في مهرجان القاهره السينمائي الدولي، اول مشاركه ليا في مهرجان كبير وعظيم وعريق، فيلم سسبنس رعب، وده نوعيه جديده من الافلام اللي بتتعرض دايما للانتقاد في الوطن العربي، فانا عاجبني التحدي جدا، يعني ان شاء الله يبقى عجبكم. صعوبة التصوير الفكرة نفسها كان انك انت بتوصل مشاعر مختلفة عمرك ما وصلتها قبل كده، ودي كانت يعني اصعب حاجة في ال. فكرة كمان ان انت بتعملي فيلم رعب، ده كان صعب عليكي عن اي فيلم تاني؟ طبعا التحدي هو اللي كان صعب، مش السيناريو نفسه، التحدي هو اللي كان صعب شوية، انك بتعملي فيلم زي ما قلتلك من شوية انه بيتعرض الفكرة للانتقادات في مصر. التعامل بقى مع شريف سلامة وكل فريق العمل، تعامل مع شريف سلامة مش أول مرة أتعامل مع شريف سلامة، ده تالت عمل بيني وبينه، تعامل لطيف جدا وهادي وبيعدي يعني بروح حلوة الحمد لله، وإن شاء الله مش هيبقى آخر مرة، وأنا وشريف كده بيربطنا كيمياء حلوة قوي قدام الكاميرا. يعني هو بص ما كانش متعب على قد ما أنت بتعملي مشاعر مختلفة، هي دايما لما بتيجي تقدمي دور رومانسي تراجيدي حاجات يعني بتبقي اكتر بتعيشي شخصيه اللي انت بتعمليها، لكن انت هنا بتمثلي انك خايفه، تمثلي انك مرعوبه، ده صعب يعني صعب، وان هو بتبقي مركزه جدا ان انت تعيشي حقيقي الخوف وما يبقاش فيك عشان ما يوصلش فيك، دي كانت بالنسبه لي صعبه قوي. انت حاليا بتصوري مسلسل واقع افتراضي انا واحمد صلاح حسني،